رجعنا لكم في تنكيل ال 45 دقيقة. نذكركم لي دو تيكي لسبكتاكل جعفرية جعفر قاسمي من هدايا جمعية تونسية لتنشيط الثقافي والترفيه السياحي. تستنى فيكم على 72328 500 كي تشاركوا معنا في الميد جيوغرافي. سينو أمين هلال جاي بحذانا مشيد وفارغة يظهر لي لا أنا يدي فارغة خاطر فورماسيون اليوم مش تسمعوها تشكيلة المنتخب الوطني التونسي ضد موريتانيا مش تسمعوها بصوت مروة اليوم. يلا يلا دونك التشكيله الاساسيه لنصور قرطاج في المباراه: معاذ حسن، وسامر حديدي، وجدي كشريته، ياسين مرياح، ديلان برون، الياس الصخيري، كريم العواضي، وهبي الخزري، نعيم سليتي، يوسف المساكني، والمفاجاه بسام السرارفي. بسام السرارفي اساسي اليوم دونك بعد اخذ ورد يظهر لي اليوم يخسر الحديدي اليوم معناها باش تولي خليني نقول لك كيفاش باش نلعبوا الفورماسيون. باش يكون حسن في الكاش دونك مريح وبرون في الوسط في المحور، كشريدة على اليمين، حدادي على اليسار، قدامهم العواذي والسخيري، باش يكون السليتي هو صنع الالعاب اليوم، السرار في على اليمين، النمس على اليسار، والخزري هو البونطة باش يكون اليوم قلب في بلاصة الخنيسي. في بلاصة الخنيسي، وانا نتصور اليوم الله لا يقدر ما مشاتش الامور ممكن اليوم يصير تعويض الخزري ويدخل الخنيسي، والا كالعاده يخرج السليتي يرجع الخزري الروجيستور ويهبط الخنيسي. معناها اليوم لقى الحل في تصرف المجموعه. تصرف المجموعه يظهر لي الخزري حافظ على مكانه. مش طبيعي حافظ على مكانه في المنتخب، لكن يلعب في يلعب تسعه اليوم. وهو الى حد الان يظهر لي مرياح، برون، الخزري، سليتي، صخيري، كشريده، الحديدي، هذوما اللي ثلاثه ماتشات اساسيين هبطوا. ثلاثه ماتشات اساسيين، لكن الملاحظ انه في الخطوط الكل من المدينه الدوره للماتش هذايا في الخطوط الكل ثم تغييرات. ديما يصير معناتها تغيير في الديفونس، في الوسط، في الاتاك، في حراسه المرمى، ثم تغييرات. معاذ حسن بعد اخذ ورد على شكون بشد اليوم اساسي المنتخب، نلقى معاذ حسن يحافظ على مكانه بعد ما هو المفاجاه. مش بون ولات مفاجاه اللي هي لوجيك انك تلقى بسام السرارفي في التشكيله الاساسيه. الحديث البوليميك اللي صارت على السرارفي ايه مع خبيب ما تخلش وقت اللي كان ينجم يدخل اليوم. ان شاء الله ان شاء الله اليوم ان شاء الله الربح، وكهو احنا اللي حشنا بالربح. اكثر حاجه نتمناها هي الربح راه. ونعاود نذكر صحيح التعادل اللي رشحنا، اما راهو اليوم نحن كتوانسه ما نرضاو كان بالربح. بيان سور تونسي باش تبردوا شويه. 3 نول زعما هكا 3 بوان باش تعداو بهم. ماستا شوي ان شاء الله. نترشحوا اوكي. خويا هي اعطينا ان شاء الله اعطينا اعطينا ان شاء الله اعطينا ثلاثة نقاط ومعاهم ثلاثة اهداف. احنا نول نترشحوا بالحق كلنا اليوم نستناو في الربح. قبل ما نمشوا للموسيقى خلينا نعيشوا شوية جو الجرينتا. الجرينتا اللي فيه ان شاء الله ان شاء الله وانسى كل اليوم مش خارج الجرينتا اللي فيها. يظهر لي حاسنا بالحداش اللي في التيران الجرينتا الكبيره تكون عندهم. نتصور 12 مليون تونسي كلها جرينتا اليوم. ان شاء الله زينه، ان شاء الله زينه نساو كل شيء اليوم باش تفرحنا كره القدم وباش يفرحنا منتخب الوطن ان شاء الله. ان شاء الله احنا مكملين معكم في تنكيله بعد الاخبار. مازالوا كدويتنا 72328500 سينو لاجندا منسيناكم شويه. خلينا نعطيكم اهم المواعيد الثقافيه.